السلام عليكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز الجديد والمليء بالأحداث الحصرية. فقط لا تبخلوا علينا بالاشتراك، وحتى لا أطيل عليكم أترككم مع تفاصيل هذه الحلقة. عقب الحملة الشرسة التي شنت على النجم المغربي حاتم عمورة على خلفية إهداء أغنية خاصة للمنتخب المغربي خلال مشاركته في منافسات كأس العرب المقامة في قطر، والتي اعتبرها مجموعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكذا بعض الإعلاميين سابقة لأوانها، خاصة بعد خروج المنتخب في الربع النهائي. تضامن مجموعة من الفنانين مع النجم المغربي حاتم عمور معتبرين أنه لا يستحق هذا الكم من الانتقادات، خاصة وأنه قدم الأغنية لدعم مشجعي المنتخب. وفي هذا الصدد كتبت الفنانة منية المكيملة عبر حسابها الرسمي بموقع الانستغرام تدوينة مطولة جاءت كالتالي: شهادة حق في الفنان الطيب والمتواضع حاتم عمور، أول مرة تلاقيته في بلاطو لالا العروسة في العرس ديال الفائزين، هذه شي 5 ولا 6 سنوات سلمت عليه وتصورنا وتعامل بكل رقي وتواضع. نشر الفنان عمر كمال مقطع فيديو جديد يجمعه بالفنانة شيماء المغربية ليحسم الجدل حول علاقتهما بعدما تكهن الجمهور بارتباطهما عاطفيا. ويظهر عمر كمال في الفيديو برفقة الفنانة شيماء المغربية وهما يغنيان مقطع من أغنية انتي قلبي، وهي عبارة عن دويتو غنائي جديد يجمعهم، ومن المقرر صدوره خلال الفترة المقبلة. ويوضح هذا الفيديو أن ظهورهما معا خلال الفترة الأخيرة كان للعمل على دويتو غنائي يجمعهما معا. ومؤخرا شارك عمر كمال في إحياء حفل غنائي على المسرح المكشوف ضمن فعاليات كأس العرب المقامة في قطر برفقة الفنان حسن شاكوش. وكان عمر كمال وحسن شاكوش أحيا حفلين غنائيين ضمن فعاليات موسم الرياض، وقام عمر كمال بتغيير كلمات أغنية بنت الجيران إلى اشرب تمور وحليب بدلا من اشرب خمور وحشيش، وقد أثار تغيير الكلمات جدلا واسعا وصل إلى التحقيق معه من قبل النقابة. أطلقت الفنانة المغربية شيماء جاحد أغنيتها الجديدة بعنوان نيشو لافي خلال هذين اليومين على قناتها الرسمية على اليوتيوب. وروجت شيماء لأغنيتها بحفل حضره نجوم كبار في الساحة الفنية، من بينهم الفنان القدير البشير عبدو والفنان حاتم إدارة والفنانة إلهام قروية والعديد من الشخصيات الفنية ومشاهير الويب. كما تعاملت الفنانة المغربية في هذا العمل الفني مع كل من نبيل الحوري على مستوى الكلمات والألحان، ومهدي محجور في الإنتاج، ثم أشرف بن صفية في التوزيع، وأخيرا حمزة الملاحي في الإخراج. هاي مراد، أنا صحيت منهم عشان أشرب مية فلقيتك بعت لي مسج حلوة قوي عند هريم I love you. فيديو شيرين الجديد حقق مشاهدات بلغت 5 ملايين في وقت قصير، في ظل الأزمة التي تعيشها المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بعد انفصالها عن زوجها حسام حبيب وقيامها بحلاقة شعرها بشكل كامل. قررت المطربة المصرية أن تتجاوز تلك المحنة سريعا وتسير في طريقها، أملا في بداية جديدة تنشغل فيها بالغناء والعمل بعد أن كانت بعيدة عن الساحة الفنية لفترة ليست بالقصيرة. واللافت هو ما قامت به شيرين عبد الوهاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد تطبيق تيك توك، حينما ظهر حساب يحمل اسما مكتوبا بالإنجليزية شيرين تحب مراد، والحساب به فيديو واحد تظهر فيه شيرين بعد حلاقة شعرها، ولكنها غطت الرأس من خلال آيس كاب
ووجهت في الفيديو رسالة إلى شخص يدعى مراد. وذكرت شيرين أنها وجدت مجموعة من الرسائل التي وصفتها بالجميلة أرسلت من الشخص المدعو مراد إلى ابنتها، يخبرها فيها أنه من أكبر محبي شيرين في الوطن العربي، لذلك قررت أن تصور له هذا الفيديو لتقول لها أحبك I love you. وحقق الفيديو مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين مشاهدة. وعلق الشاب مراد على الواقعة وكشف أنه عاد من الجامعة ذات يوم ليجد فيديو عنه تم تدشينه على تيك توك عن طريق ابنة شيرين عبد الوهاب. وبدوره نشر مراد فيديو قال فيه إن شيرين تعلم الآن أنه شخص حقيقي موجود على كوكب الأرض، وأشار إلى كونه يمتلك صورها في غرفته ويحبها للغاية. كشفت الفنانة المصرية حورية فرغلي في تصريحات صحفية عن ندمها على كل مشاهد العري التي أدتها في بعض أعمالها السينمائية والدرامية، وأكدت أنها نادمة على ظهورها عارية في بعض المشاهد مثل فيلم كلمني شكرا، مضيفة لو عاد بي الزمن إلى الوراء لما قدمت هذه المشاهد، كما أنني لست راضية أيضا عن مشاركتي في فيلم براءة ريا وسكينة الذي لم يعرض بعد. وتابعت قائلة أنا لست راضية من الإعلان المصغر الذي سبق العرض الرئيسي للعمل، لأنني وقعت عقدا مع الشركة يشترط أن أكون البطل الرئيسي للعمل لا أن يكون العمل بطولة جماعية، فضلا عن ترتيب الأسماء على تويتر الذي جاء عكس اتفاقي معهم. وتمكن مسلسل أيام مباعشة للفنانة حورية فرغلي من دخول قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة عبر منصة شاهد، واحتل المسلسل الذي كان قد طرح منذ أكثر من أسبوعين المركز السادس بين 10 مراكز في القائمة التي تضم الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر، وهو من بطولة شيري عادل، أحمد صفوت، سلوى خطاب، ميدو عادل، محمود حجازي، رياض الخولي، أدا موسى، وحجاج عبد العظيم، والعديد من الأسماء الفنية. وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي في 45 حلقة. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن المتابعة، ودائما سنأتيكم بالجديد، وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.